الحقيقة 25 إبريل 1982 يوم من أيام لا تنسى أبدا عندي ولا تقل عن حرب الاستنزاف أو حرب أكتوبر. اليوم ده يعني عاوز أقول لحضرتك أنا طبعا العالم مصر ده شيء عظيم عليا وعلى حضرتك وعلى الشعب المصري، لكن اللي أنا شفته في عالم مصر يوم 25 إبريل وأنا متواجد ضمن المجموعة اللي رحنا جبل الطور، عايز أقول لحضرتك إن عالم مصر ده شيء محدش يقدر يحس بيه إلا اللي حضره. يعني قبلها بيوم طبعا إحنا جالنا الترشيح للتوجه إلى مطار المازة علشان نركب الطيارة ونطلع على جبل الطور، عشان ده كان آخر موقع موجود داخل سيناء طبعا باستثناء طابة زي ما قلت حضرتك أستاذة مارينا. وفعلا توجهنا وكان لأول مرة إن إحنا نتواجد مع هؤلاء الأشرار طبعا وجها لوجه، والحقيقة استقبلونا وهم كانوا واخدين تلقين وإحنا كنا واخدين تلقين على أساس إن إحنا هنقعد ساعتين وهم يعني هيمشوا من آخر نقطة دي. وفعلا بعد الإجراءات اللي هي الدبلوماسية العادية جت اللحظة الحاسمة اللي هي اللحظة اللي أنا بقول لحضرتك عليها، لحظة رفع العلم المصري. يعني لحظة فيها نصر وعزة رهيبة. عايز أقول لحضرتك الأول قبل العلم المصري ما يرتفع لحظة سقوط، أنا ما بقولش نزول، سقوط العلم الإسرائيلي من الساري اللي كان عالي جدا، وكان بالصدفة في جنبي مجندة إسرائيلية. العلم الإسرائيلي وهو بينزل أنا حضرتك سمعت إن يعني إنسانة بتحاول إنها تبكي، طبعا وضع طبيعي إنها تبكي رغم إنها مش أرضاها. فأنا بقول إذا بتبكي ليه، طبعا بقول في نفسي ما أقدرش طبعا أقول كده، يعني بقول في نفسي هي أرضاها علشان كانت تبكي. وهي بقى يعني أنا يعني قريت، كنت ببص كده بجنبي بعيني قريت في عينيها طبعا الهزيمة بقى والخزي ويعني كل المعاني اللي بتهد النفسية. المهم العلم الإسرائيلي نزل، بمجرد اللي جنودنا الاتنين جنود ما فردوا العلم المصري مهما أقول لحضرتك إحساسي إيه مش هقدر أوصف. ده من وإحنا صغيرين يا فندم، يعني إحنا وإحنا بنحيي العلم وإحنا صغيرين جدا يعني بيبقى برضو العلم لحظة تحية العلم بيكون لحظة فيها كم انضباط وكم إحساس برضو بالرهبة، بيكون إحساس جميل جدا. عايز أقول لحضرتك الإحساس في هذا اليوم مختلف تماما تماما. حتى الأولاد هم بيرفعوا العلم كانوا بيرفعوه بهدوء جدا. وعاوز أقول لحضرتك بقى العلم المصري وهو طالع بيرفرف، طبعا الأرض مفتوحة والريح طبعا موجودة والعلم كان بيرفرف وظاهر بالكامل. عايز أقول لحضرتك بقى عزة ونصر وانتماء أكيد. وحب للوطن ويعني كل معاني الفخر اللي وردت في اللغة العربية لا تكفي لا تكفي بإحساسي وإحساس برضو المجموعة اللي كانت معايا. يعني مش عاوز أقول لحضرتك عرفتي إمتى، لا أنا عارف إمتى العلم المصري كرجل طبعا من المؤسسة العسكرية، ولكن في اليوم ده يعني أرضنا رجعت لينا اللي إحنا دفعنا غالي وغيرنا دفع دمه صحيح عشان خاطر نرجع أرضنا. زي ما أقول لحضرتك أستاذة مارينا أستاذ أندرو، إحنا شعورنا مختلف تماما عن إننا نشوف العالم في أي مكان آخر، وهم موجودين وشايفين العالم المصري بيرتفع. مش قادر أقول لحضرتك شعورهم، ممكن كانوا بيبصوا في الأرض وإحنا يعني رأسنا عالية مرتفعة، الهامة مرتفعة، كل ما العالم كان بيرتفع متر عاوز أقول لحضرتك كان قلبي بيدق بدق لدرجة إن أنا حسيت إن أنا ممكن يعني جسمي كله بيتهز. ساعتها قلت في نفسي لها حق دموعها تنزل، لأن أنا دي مش دموع تماسيح ولا حاجة، لا هي لها حق دموعها تنزل لأن أنا دموعي نزلت
أنا والناس اللي معايا بمجرد العلم ما وصل لآخر نقطة في الساري.